حضرات السادة، ألا ترون أن في غزة إبادة؟ أم أصبح هلاكنا موتنا عادة؟ يا حضرات السامعين، لم تروا أطفال فلسطين؟ وكيف أصبحنا جائعين، خائفين، نازحين؟ ستفطرون اليوم في بيوتكم، ونحن سنفطر في الخيام، ستصلون في مساجدكم، ونحن سنصلي على الركام. أليس من حق الإنسان أن يولد ويحيا بأمان، ونحن في غزة نموت تحت النار والعدوان؟ أليس من حق الإنسان أن يولد ويحيا بأمان، ونحن في غزة نموت تحت النار والعدوان؟ وإن لم تعدل فينا فالله بعدلك فينا، ستنور فينا الدنيا وسنبقى دوما أحرار، سنعيش بحب وسلام نعمر غزة والدار. ستنور فينا الدنيا وسنبقى دوما أحرار، سنعيش بحب وسلام نعمر غزة والدار. وسنبني في الرمل قصور، وسننثر في الأرض بذور،